كنت في مسبح نسائي، وبعدين طالعه الام واخده معاها بنوتتها، وحاجه جميله قوي وكيوت قوي. تعرفين ما عنديش بنات، بقى في قلبي بيرفرف اول ما بشوف المناظر دي. ربنا يبارك في كل البنات ويبارك في كل الامهات ويخليهم لبعض. فلقيت الام داخله تستحمى واخده معاها بنتها، وافتكرت على طول ولمست معايا مع اكتر من موقف لاكتر من حد اعرفه، كانوا بيقولوا لي ان هم بيدخلوا ياخدوا الشاور او يدخلوا يعني يستحموا ويبقى معاهم بناتهم. وطبعا ده خطأ كبير جدا جدا جدا، بنات كتير او امهات يعني كتير مش بيبقوا منتبهين له. طب فين الغلط هنا؟ اولا انتي بتعلمي بنتك ان هي ينفع تخلع لبسها وتوري عورتها قدام اي حد، وان كانت المرأة للمرأة ففي حدود للعورة، ما ينفعش كده تبقى الدنيا سداح مداح. في الشرع حدود لعورة المرأة امام المرأة، لازم انتي يبقى تطبيقك العملي مع بنتك فيه، وبالتالي انت كده بتعلميها انه ما ينفعش عورتنا تظهر قدام اي حد. الحاجة التانية اللي غلط هنا وكبيرة جدا جدا، انه انت نفسك بتكشفي عورتك قدام بنتك، فهي بنتي. لا، الولاد الصغيرين هم صغيرين بس فاهمين ما شاء الله كل حاجة، وعقلهم بيستوعب كل حاجة، فخلوا بالكم مش اي حاجة ولا اي تصرف ولا اي حاجة تيجي كده او تخطر في بالنا نعملها قدام ولادنا وقدام بناتنا، وربنا يبارك فيهم كلهم يا رب. مينفعش كمان البنتين يستحموا مع بعض من غير ما يبقوا لابسين هدومهم. طب انا في مكان زي ده يبقى ايه الصح؟ الصح ان انتي تخليها تستناكي قدام الباب، او ما تخلعيش ملابسك، يبقى حدود العورات محفوظة ومستورة، بحيث ان البنت ده يتغرس في عقلها وهي عقلها اللاواعي يسجل ده، وتتصرف بنفس التصرف ده بعد كده مع صاحبتها، مع زميلاتها، مع قريبتها، يبقى احنا كده ارسينا المبدأ ده من غير كلام.